السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف خلق سيدنا محمد فضلا وليس أمرا. أول حاجة نصلي على رسول الله واللايك الحلو واشتراك في القناة. والنهاردة في ارتفاع جنون ومبالغ فيه في أسعار الكتاكيت. كتكوت الأبيض والبلدي والساسو والبط والوز كله يا جماعة مبالغ فيه سعره، رفع بطريقة بشعة جدا. سعر كتكوت الأبيض الأهالي النهاردة للأسف الشديد وصل من 28 وأعلى سعر 30 جنيه، ده الأهالي. الشركات بادئ من 31 وأعلى سعر 33 جنيه. كتكوت بلد حر للأسف الشديد وصل النهاردة سعره 8 جنيه. كتكوت بادم شعر ب10.5 جنيه. كتكوت فيومي بلدي ب11 جنيه. كتكوت ساسو جلتاني 14 جنيه. كتكوت ساسو شفر 16 جنيه. كتكوت بادة هجين ب11 جنيه. كتكوت بادة هجين متهجن عالي 16 جنيه. كتكوت جميزة بيور ب20 جنيه. كتكوت رز فرز برابر النهاردة ب11 جنيه. كتكوت رز على وشه ب16 جنيه. كتكوت رز فرز ديوك ب19.5 جنيه. كتكوت رومي اسود او كتكوت رومي برونزي نفس السعر يا جماعة عامل 45 جنيه. كتكوت الوز عمر يوم واحد الكتكوت النهاردة ب41 جنيه. كتكوت سمان ب3 جنيه. بالنسبة اسعار البط مازال في ارتفاع في سعر البط. بط مر المحلي 45 جنيه. بط مسكوفي ار 41 وصل النهاردة 52 جنيه سعر البطاية الواحدة. بط مسكوف مخلط 48 جنيه. بط بلدي ب36 جنيه. بط بكين عادة 16 جنيه. بط شرفان 22 جنيه. بط فرنساوة بيور ب28 جنيه. بالنسبة أسعار الأنابل المفطومة بتبدأ من 60 وأعلى سعر 75 جنيه لسعر الجوز يا جماعة. ولو عجبكم الفيديو بتاعه واستفدتوا مني ردوا علينا بلايك الحلو واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.